فقرتنا الرئيسية لليوم شو صار. كم يبلغ عدد سكان سوريا حالياً؟ لا يبدو أن هناك رقماً دقيقاً مؤكداً. بحسب المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، تم تقدير عدد السكان وفق المسار الطبيعي لمعدل النمو ب 24 مليون نسمة حتى منتصف 2017. طبعاً هذا الرقم لا يمكن أنه يكون صحيح على أرض الواقع. صحيح، لأن هذا الرقم يفترض زيادة عدد السكان وفق معدل النمو الطبيعي متجاهلاً القتلى والمفقودين والمغيبين قسرياً واللاجئين الذين غادروا البلاد. ولذلك نجد السؤال ضرورياً، لماذا يتم الترويج بأن عدد السكان أكبر مما هو عليه في سوريا؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ نبحث في هذا الموضوع مع ضيوفنا بعد التقرير. منذ عام 2011 والسوريون يعيشون مأساة التهجير، من نزوح في الداخل إلى لجوء في الخارج، باحثين عن الأمان هربا من ظلم النظام بسبب الملاحقات الأمنية أو القصف المستمر على البيوت. مركز الإحصاء التابع للنظام السوري أصدر مؤخرا إحصائية تشير إلى أن عدد السوريين في الداخل يزيد على 24 مليون نسمة، الأمر الذي استغربه الكثيرون، وخاصة أنه يرجح عدد الذكور على عدد الإناث من هذه الإحصائية، وهو ما يتنافى مع واقع الحرب الدائرة في سوريا، آخذين بعين الاعتبار عدد الوفيات والمعتقلين والمفقودين من الذكور. هذه الأرقام جاءت مخالفة لتصريح وزير التنمية الإدارية التابعة للنظام حسان النوري في وقت سابق من عام 2017، حين قال إن هناك واقعاً ديموغرافياً أصبح حقيقة بعد سنوات الأزمة والحرب التي تتعرض لها سوريا، معلناً أن نسبة الإناث اقتربت من 60% بحسب صحيفة الاقتصاد اليوم التابعة لنظام الأسد، والذي ينطبق مع كلام الأمم المتحدة في عام 2016، والذي يزعم أن عدد الذكور في سوريا أصبح 31% في سوريا بحسب تلفزيون الخبر. تلك الأرقام المتضاربة والتي تتزامن مع دعوة النظام وروسيا اللاجئين للعودة إلى سوريا تثير أكثر من علامة استفهام، فهل يستفيد النظام من ذلك؟ وما حقيقة الأرقام الجديدة التي بات يعلن عنها مركز الإحصاء الرسمي والتي تروج لها وسائل إعلام موالية له في الآونة الأخيرة؟ مناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الصحفي عبادة كوجان. مساء الخير عبادة. مساء النور يا مرحبا. وأيضا ينضم إلينا من برلين من ألمانيا عبر سكايب الصحفي مصطفى السيد. مساء الخير. خلينا بالبداية نذكر مشاهدينا بسؤال الحلقة، هل يستفيد النظام من تضارب إحصائيات السكان في سوريا؟ لأنه يعني الأرقام رح نستطلع من ضيوفنا هلأ متضاربة حول عدد السكان في سوريا. طبعا فيكم تشاركونا بآرائكم والتصويت على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. أنا بلش معك عبادة، يعني مثل ما ذكرنا في تضارب بالأرقام والإحصائية ما أنا جديدة، ولكن بهذا الوقت عم يتم تذكير دائما بعدد السكان المعين اللي عم بيقول عنه نظام 24 مليون، هل فعلا ممكن يكون فعلا في هيك عدد؟ يعني خلينا بداية يارا أنه نقول أنه من المستحيل حاليا أنه النظام يعمل إحصاء. يعني أول شيء في عنا نحن تنازع للقوى على الأرض في مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة، في مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة حتى اللحظة، وفي مناطق تحت سيطرة النظام. بالتالي لا يمكن للنظام أن يجري إحصائية أو أن يجري مسح حقيقي لعدد السكان على الأرض، بالتالي لا يوجد إحصائية حقيقية. ورغم أنه الإحصائية اللي طلع فيها النظام أنه 24 مليون أو 24 مليون و 400 ألف هو يعني تعتبر مبالغة حقيقة في هذه الأرقام، لا سيما أنه نعرف نحن تماماً أنه في عندنا نسبة نزوح داخلي ونسبة لجوء. نسبة اللجوء تقريباً تقارب حوالي بين 5 مليون ونص ل 6 مليون نسمة خارج الأراضي السورية حالياً. نسبة النزوح لا يمكن أنه النظام حالياً كمان أنه يجري مسح للمخيمات الموجودة معظمها بمناطق المعارضة، فبالتالي ربما النظام عم بيحاول من هذه الإحصائية أنه يضاعف العدد ليوهم الإعلام الغربي تحديداً وبمساعدة روسيا أنه حالياً الوضع صار مستقر. ربما الوضع
صار أقرب لإعادة الإعمار، هناك استقرار شبه سياسي بالبلد، ربما هي كل هالأمور هي تتأثر في وجهة نظر إعلام النظام لأنه يطلع بهي الإحصائية. كذلك الأمر أنه حتى مؤسسات النظام بين بعضها كان في مشاكل بين بعضهم، يعني في عندك مكتب الأسرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلع بإحصائية مختلفة مغايرة، فرق حوالي 3 ملايين، يعني طلعت بإحصائية أنه 21 مليون نسمة موجودين داخل سوريا فقط. بالتالي أعتقد أنه هي عبارة عن بروباغندا، أعتقد أنه في تضخيم مبالغ فيه ومقصود حقيقة من قبل مكتب الإحصاء التابع لرئاسة الوزراء. طيب أستاذ مصطفى، برأيك لماذا هناك تضارب أولا في المعلومات حول عدد السكان في سوريا، وهل النظام هدف من وراء ذلك؟ التضارب أمر حتمي في الظروف التي تعيشها سوريا منذ عام 2011. فالرقم الحالي الآن على المكتب المركزي للإحصاء يقول أن عدد سكان الساعة السكانية لسوريا الآن 25,233,629 نسمة. يعني الجهة نفسها لديك عدة أرقام، يعني نفس الجهة تطلق عدة أرقام، لا يوجد أي حس بالمسؤولين، وكل ما احتاجوا رقم ممكن يولدوه بشكل اعتيادي، وبدون يعني المؤسسات لا تعمل بالحد الأدنى من الاحترام الذات. يعني طيب أستاذ يعني مصطفى، لكن يعني الكل بيعرف يعني إحصائيات الأمم المتحدة مثلا تقول في 5.5 أو 6 مليون لاجئ سوري على الأقل، النظام بيعترف ولو مو بكلهم بس بجزء كبير منهم مثلا، وبالتالي وبيعترف أيضا أنه سقط يعني قتلى هو بيسميهم أنه الإرهابيين مثلا قتلوهم، وبالتالي شو المنطق من وراء يعني المبالغة بتقديرات عدد السكان؟ اللجوء الخارجي الآن تقريبا بين ايدينا رقم شبه قريب من الحقيقه، يعني لانه هذول الافراد اللي خارج سوريا وعم يتحركوا ببلدان وفق يعني ارقام متسلسله، تصل ارقام اللاجئين السوريين الى 7 مليون لاجئ سوري خارج الاراضي السوريه. بالنسبة للمسألة الداخلية والتلاعب بالأرقام، هناك عدة سيناريوهات يعني هي ممكن تكون خلف هذا المسألة. المسألة الأولى هي مسألة المساعدات الأممية التي تقدم للاجئين، إن النظام السوري يأخذ تقريبا ما حصته 80-85% من حصص الدعم المقدم للاجئين السوريين. طيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم نسمعك أستاذ. الإعداد لترتيبات الانتخابات المراقبة أمميا، يستعد النظام من الآن لتضخيم الأرقام الموجودة داخل الأراضي السورية للنظر يعني لإعداد سيناريوهات معينة لعمليات الاقتراع التي ستحصل في سوريا برقابة أممية. طب سيد مصطفى، حكينا قبل فترات طويلة عن موضوع التغيير الديموغرافي اللي كان عم بيحاول يقوم فيه النظام، هل هو ممكن يكون خطة من الخطط؟ يعني هالتفاوت بالأرقام أو الدراسات الجديدة اللي عم تظهر؟ يعني عمليا منظومة الإعلام التي تعمل في سوريا هي تعمل وفق قواعد القنابل الدخانية التي تقوم بالتعمية على أبصار وبصيرة المراقبين. يعني أحيانا مسألة يثار حول ضجيج كبير وتكون القصة بالكامل مختلقة ولا أساس لها، لكن هناك حقيقة أزمة داخل المجتمع السوري الآن لا يستطيع النظام التهرب منها، وهي أزمة العوانس التي أنتجتها حرب الكرسي التي شن السيد الرئيس بشار الأسد على شعبه الكريم. هاي القصة لا يمكن إخفاءها، وهي الحرب مستمرة. يعني صحيح توقفت القتال وصمتت المدافع والدبابات وتوقف قصف البراميل، لكن حرب على الصبايا ما يزال يشن النظام.
الآن يعني آخر المعلومات أن عدد السكان أو توزع البنية السكانية بين 18 و 42 سنة اللي هن الناس اللي رافضين للحرب ورافضين للقتال وهن أنصار بناء السلم الأهلي تقريبا يعني بشكله هن الأغلبية الساحقة من المهاجرين السوريين والناس اللي حتى الآن عم تهاجر. وبالتالي يعني القوة العاملة في هذه الدول نعم رح نرجع لك أستاذ مصطفى بس خلينا ناخذ بس القوة العاملة القوة المجتمعية يتم تدميرها الآن يعني نتيجة هذا الخيار العسكري. النظام إذا لم يرضخ لشعبه ويتخذ خيار السلم لبناء المجتمع ولتداول السلطة سيبقى هذا النزف مستمر في سوريا وستفقد سوريا على المدى المتوسط الآن خير شبابها. يعني ما انت بتطلع بالباص الان بالباص النقل الداخلي بدمشق تجد اللي شعرهم ابيض يعني مع الاسف طبعا يعني صار الشباب عددهم قليل جدا بسوريا وبدا من فتره وروسيا عم تروج لفكره اعاده اللاجئين وعوده اللاجئين الى سوريا. هل لاحصائيات وترويج لارقام عن عدد سكان معين بسوريا صله بموضوع ربما ترويج لعوده اللاجئين السوريين؟ أعتقد نعم يعني الإعلام الروسي حاليا يحاول تعويم هذه الفكرة أن هناك 24 مليون سوري في سوريا بالتالي لم تفقد أو لا يوجد استنزاف حقيقي في بنية المجتمع السوري وهذا كاذب حقيقة. تحاول روسيا اليوم الضغط حتى على إعادة اللاجئين تحاول التواصل مع ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لعودة هؤلاء اللاجئين حتى تواصلت مع تركيا لذات السياق عملت مع لبنان وشجعت مبادرات الحكومة اللبنانية الحالية لإعادة السوريين بالتالي هي تسعى في ذات السياق. ولكن هناك نقطة حقيقة في هذا الموضوع اليوم النظام السوري يعتبر حوالي نسبة كبيرة من اللاجئين خارج سوريا هم لا زالوا ضمن الأراضي السورية. يعني اليوم اللجوء وطريقة اللجوء وخروج السوريين إلى خارج سوريا كان بطريقة غير شرعية. يعني تواصلنا مع عدد من السوريين الموجودين في ألمانيا وفي تركيا ضمن سجلات النفوس وضمن سجلات الدولة هم ما زالوا موجودين ضمن الأراضي السورية لأنهم لم يغادروا بطريقة شرعية أي عبر المنافذ التابعة للنظام السوري. بالتالي حتى لو أن النظام قام بإحصائية أو مسح فهو مسح غير حقيقي. يعني هناك مسح وهمي هناك تضخم مبالغ فيه بهذه الأرقام. أعتقد أن السوريين الموجودين في سوريا ينقص عن هذا الرقم بملايين حقيقة. حتى الأرقام الموجودة في تركيا التي أعلنت عنها الحكومة التركية مثلا على سبيل المثال عن 3.5 مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا حتى تركيا الإحصاء غير دقيق حقيقة لأنه هناك شريحة وآلاف من السوريين غير مسجلين حتى اللحظة ودخلوا بطريقة غير شرعية. النظام يستفيد من هذه الأرقام وكذلك الأمر روسيا التي تعتبر هذا الملف ملفها الحقيقي. أننا استطعنا إنهاء الحرب في سوريا أننا اليوم نبدأ بمرحلة جديدة وهي مرحلة إعادة الإعمار التي تحاول روسيا ابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الغربية في الحصول على مليارات لهذا المشروع. رح نرجع أكيد لضيوفنا ورح نروح نشوف هلأ أعداد اللاجئين بمختلف دول العالم الصادرة عن مركز بيو للأبحاث. شوفوا سوا. We'll be right back.
إذا بدنا نرجع وبعدها فكرة كتير مهمة كان عم يحكيها السيد مصطفى واللي هو تغيير التركيبة السكانية، يعني الفئة الموجودة ما فيها فتيان، يعني هي غالبا إما فتيات بنات أو كهل بالعمر أو بيكونوا ممكن أطفال نسبة كتير قليلة، يعني الفئة اللي هي قادرة أن تجيب تأنجب هي ما عم تأنجب بسوريا، أغلبها صار مهاجر وعم بأنجب برا، يعني حتى هدول المولودين حديثا أعدادهم ما عم تنضمن للموجودين هلأ حاليا داخل سوريا. تماما، يعني الإحصائية التركية الأخيرة أنه 400 سوري يولد يوميا في تركيا، فهي أكبر دليل على هذا الأمر. كذلك الأمر المخيمات المهمشة في شمال سوريا التي لا تعتبر هي عبارة عن مجتمع مهمش بالكامل يفتقد لجميع نواحي الحياة المدنية، بعيدون تماما عن المدنية. كذلك الأمر لديك أحياء ومدن كاملة حتى اللحظة لم يعد إليها سكانها، معظم الفتية هاجروا أو خرجوا أو قتلوا حتى في الحرب، ولا يوجد منهم بقي حتى النساء والكهلة. أكبر مثال حمص القديمة حتى اللحظة لا يوجد فيها سكان، منذ عام 2015 حتى النظام سيطر على هذه المدينة بشكل كامل ولم يعد إليها سكانها. الغوطة الشرقية كذلك الأمر، منطقة جنوب دمشق وربما درعا، دير الزور مدينة مدمرة بالكامل، معظم سكان هذه المدينة ومعظم شبابها لجأوا إلى أوروبا وتركيا. اليوم إذا مشينا في شوارع أورفا نجدها معظمها من المنطقة الشرقية، شبابها هناك، بينما النساء والكهل ربما ينزحون إلى مدينة حماة أو اللاذقية أو دمشق أو حتى المخيمات الحدودية. يعني مخيم الركبان على سبيل المثال يضم من الكهل ومن المرضى ومن الأطفال ومن المسنين، معظمهم من تدمر والمنطقة الشرقية. بالتالي النظام ساعد في تغيير التركيبة الديمغرافية، معظم الشباب اليوم والشباب المنتج والقادر على العمل تجدونهم في أوروبا، استطاعوا أن يفتحوا صفحة حياة جديدة. أعتقد من الصعب عودتهم حتى ولو استقرت البلد، لأنهم بالتالي بنوا واستطاعوا اندماجهم في المجتمعات الجديدة. وهذه هي القضية الأكثر أهمية والأخطر حقيقة، أن هؤلاء الفئة المنتجة لن تعود إلى سوريا. موجودة صح. أستاذ مصطفى، يعني بتقديرات النظام حتى لما بيحكي عن النازحين داخليا بقلل من أعداده، رغم أنه هدول يعني تعدادهم ما بيأثر على تعداد السكان الإجمالي لأنه موجودين أساسا على الأراضي السورية، لماذا؟ الخدمات التي تقدم للناس والموازنات التي توضع للخدمات المواطنين توضع بناء على عدد السكان، لذلك التلاعب تجد احد اوجه التلاعب بعدد السكان هو في هذه المسألة. لكن هناك مؤشرات واضحة الآن حول الوضع الديموغرافي بسوريا، المناطق التي كانت محاصرة، المناطق الأربعة اللي هي فيما بعد صار اسمها مناطق خفض التصعيد، وبالنتيجة النهائية صارت مناطق التهجير الأساسية. هذه المناطق معظم الشباب الذين هم في سن 18 ل 42 سنة هم خارج هاي المناطق. دمشق نفس الشيء، حمص القديمة مثل ما تفضل زميل لم يعد سكان إليها حتى اللحظة، ويوجد مشروع طائفة واضح تماما في داخل حمص القديمة لعدم إعادة السكان إلى الأصليين إلى سكنهم. يعني حتى المنطقة الأخطر لدينا هي منطقة القصير، أن هناك تهجير محدد، يعني لفئة محددة من السكان ممنوع عودتهم، حتى لو كان ضابط في الجيش السوري ممنوع يرجع على القصير، يعني إذا كان من إحدى الفئات. أنا ما بدي أحكي بالطائفية الآن مشان ما هذه المخاطر على المجتمع هي مخاطر تفجير تفخيخ للمستقبل. يعني ما اكتمل المشروع معهم الآن، هناك عملية تفخيخ للمستقبل. يعني أنت كيف بدك توقف التوحش إذا مستمر بأعمال الكراهية؟ طيب. أنت كيف بدك توقف التوحش بالمجتمع إذا أنت مستمر بعملية إرهاق الحقوق الكاملة لفئة من السكان؟ يعني وقت الآن السوريين بيروحوا لعند اللواء أليكسي سيغانكوف رئيس لجنة استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين اللي هو جنرال بالجيش الروسي، وبيلاقوه أفضل تعامله من تعامل القوات السورية النظامية.
هذا من شكل يعني بالذاكرة الوطنية شرخ شديد ويؤثر بالتأكيد على السوريين. يعني خلينا بهالسياق بس ناخذ عن موضوع يعني تضارب أعداد السكان. تصريح لمحمد أكرم القش اللي هو رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التابع للنظام، وقال بوقتها يعني بتصريح سابق أنه عدد سكان سوريا ما بين برا وجوه 28 مليون. خلينا نتابع الفيديو. قبل الحرب وديش صار عندي خلال الأزمة أو خلال الحرب، قديش ناس طلعت قديش تكاسرت بالمجموع حدود 22. فعندي خمسة خلال الحرب منهم تقريبا تراكمي، عندي تقريبا مليون ونص مليونين هدول هجرة اعتيادية مثل ما كانت قبل، ناس راحت تتعلم، راحت تدرس، راحت تشتغل، هدول مش لجوء. وضيفوا ل 3 مليون هن الخمسة، وعندي ثلاثة لاجئين بلشوا هلا نسب الرجعة العودة عم تزداد. هذا الرقم الإجمالي. عبادة، يعني قبل شوي ذكرت أنه لا يمكن أخذ أحصائية دقيقة اليوم بالنسبة لموضوع السوريين. النظام هلأ بالنسبة لمؤيديه اللي بيكونوا عم يشوفوا أنه كل يوم في تضارب بالأرقام من قبل نفس الجهة مثل ما ذكرت قبل شوي، هذا الشيء ممكن يعزز يعني عدم ثقتهم فيه حتى لو كانوا من المؤيدين؟ يعني هو أكبر نسبة لجوء وهجرة حالياً عم تصير بمناطق النظام على فكرة. يعني المناطق الشمالية أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد نوعا ما من الاستقرار بمساعدة دول معينة، سواء كانت تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف بشكل عام. ولكن منطقة النظام اليوم هناك عبارة عن بطء في الحركة الاقتصادية، الشباب السوري بحاجة لتفكير مليا بالخروج من هذه المناطق التي باتت عبء عليه حقيقة، لا يوجد أي مستقبل للعمل أو ما بعد الدراسة. فبالتالي الهجرة من مناطق النظام اليوم هي أكبر بكثير من مناطق المعارضة، فبالتالي لا يوجد ثقة حتى قبل الإحصاء أو بعد الإحصاء، لا يوجد ثقة لأن الواقع على الأرض مغاير تماما حتى لو حاول النظام. وحقيقة الإحصاء وكل ما يحاول النظام ترويجه إعلاميا ليس موجه للداخل، الداخل واضح تماما سواء لمؤيديه أو معارضي النظام، ولكن هو يحاول قدر الإمكان أن يبتز بعض الدول الأوروبية، يحاول كما قال الأستاذ مصطفى الحصول على مساعدات أكبر من الأمم المتحدة، من الدول المانحة التي كشفت الأمم المتحدة في أن النسبة الأكبر من مساعداتها تذهب إلى النظام والنظام يوزعها بطريقته عبر المنظمات التابعة له. فبالتالي هي جملة عوامل تدع النظام يخرج بهذه الإحصائية، وكما قلت هي موجهة للخارج أكثر منها للداخل. الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حتى التي لم تشهد حرب كمدينة دمشق، حماة، اللاذقية، اليوم هناك عبارة عن تباطؤ اقتصادي واضح، هناك ركود اقتصادي، هناك نسبة بطالة متفشية. جميعنا يعلم ما يحدث في شوارع دمشق، الأطفال والتشرد والتسول في حدائق دمشق العامة، في حديقة تشرين، حديقة السبكي، في منتصف دمشق هناك أطفال يمسكون بالأكياس التي فيها نوع من المواد المخدرة، شيء لم نشهده حقيقة على الإطلاق قبل سنوات سابقة. يعني بالتأكيد بعيدا عن أرقام النظام، تقديرات عالمية بتقول حوالي 18 مليون، يعني إذا كانت هي دقيقة يعني أعتقد أقرب إلى الدقة، يعني أقرب إلى الدقة. الإحصاء حقيقة أخي محمد يحتاج إلى هيئة دولية تدخل جميع المناطق في سوريا وتجري مسح حقيقي حقيقي على الأرض. يعني ربما مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة إذا دخل إلى مناطق سوريا بشكل كامل، وهي تحتاج فترة من سنة إلى سنتين حقيقة للوصول إلى رقم حقيقي لما هو في سوريا. طيب خلينا نذكر بس بسؤال حلقتنا قبل ما نختم، هل يستفيد النظام من تضارب إحصائيات السكان في سوريا؟ 81% قالوا نعم، 19% قالوا لا. وأنا بدوري بدي أشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا لليوم. كان معنا ضيفنا بالاستوديو الصحفي عبادة كوجان، وعبر السكايب من برلين في ألمانيا كان معنا الصحفي مصطفى السيد. شكرا لكم. نحن نروح لفاصل قصير وبعده نتابع.